وينضم إلينا عبر الهاتف السيد إيهاب أحمد، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إيهاب. يعني 8 عقود هو تاريخ عمر الصحافة في مملكة البحرين، كان هناك ثوابت وطنية على مدار هذه العقود الثمانية، لكن الأعوام العشرين الأخيرة ربما وأكثر بقليل شهدت تطورا في تعاطي الصحافة وأدواتها، لكن الثوابت بقيت كما هي. كيف يمكن أن تسرد لنا أبرز المفاصل التي شهدت فيها الصحافة في مملكة البحرين تطورا ولاسيما خلال العقدين الأخيرين؟ مساكم الله بالخير، أحبكم والمشاهدين الكرام. لا شك أن مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة شهدت الصحافة تغير جذري في طريقة عملها، في المساحة التي أعطيت لها لتقدم ما هو مسموح لها بتقديمه. وكان هناك يعني أول ما بدأ إطلاق مشروع قانون لسنة 2002، واللي احنا نطمح حاليا لتعديله لنواكب التطور بشكل أكثر، وهذه أحد صور التطور. يعني احنا حتى الآن تقصد مشروع قانون الصحافة؟ نعم. قانون الصحافة الصادر في 2002 ما زلنا نعمل على تطويره، وكان في عدة تجارب كثيرة، وهي يدل على الحركة والديناميكية الموجودة في قطاع الصحافة. الصحافة لا شك تغيرت بشكل كبير جدا في طريقة التعاطي، في أسلوب الطرح، في المساحة الممنوحة لها. فإحنا اليوم نتكلم على وجود دعم على الأرض ودعم معنوي. الدعم اللي على الأرض لما نتكلم أن قانون 2002 اللي احنا كذلك نرغب في تعديله، في أحد مواده يقول الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. هذا هو ما رسخه المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة، أن الصحفي لا أحد يحكم في أداء عمله سوى القانون، لا يحكمه شيء سوى القانون، لا اعتبارات أخرى، المصلحة الوطنية منبثقة أو يرعاها القانون. فهذه المساحة الضخمة التي أعطيت للصحافة كان لها أثر كبير في تطوير العمل الصحفي، في تطوير الطرح، في نقاش القضايا التي قد تكون حساسة في بعض الأمور، نطرحها بكل حيادية، بكل شفافية، بكل موضوعية، بما أوتينا من قانون يسمح لنا طرح هذه الأمور. وكذلك هناك الدعم لدينا المعنوي الذي انبثق عن المشروع الإصلاحي، ولعل في رسالة جلالة الملك الأخيرة لما ختمها بتوجيه الدعم لمواكبة التطور للصحافة والإعلام، هي يعني أكبر داعم للعملية الصحفية كلها وصاحب الجلالة، وتجلى ذلك في هذه الكلمات التي ختمت بها الرسالة، إن احنا الصحافة سندعمها لتواكب ولتتطور بالشكل المطلوب. هذا في ضمن حديثك عن البيئة التي عملت فيها صحافة مملكة البحرين، وأيضا القوانين والتشريعات الداعمة لدور هذه الصحافة. لكن لو نظرنا إلى الصحافة بمعزل عن حجم الدعم الذي تلقاه من القيادة الحكيمة، وأيضا منص عليه القانون والدستور، ما هو الدور الذي أدته الصحافة في مملكة البحرين خلال هذه العقود الثمانية، وكيف ساهمت في مسيرة التنمية في المملكة؟ بداية، الصحافة هي شريك فاعل على الأرض يدعم التوجهات والرؤى الملكية والرؤى الحكومية كذلك، وتجلى ذلك في آلية التعاطي مع الصحافة من قبل الأجهزة الحكومية. فإحنا لمسنا وخاصة في الآونة الأخيرة مزيد من التعاطي مع الصحافة، فأصبحت الصحافة توضع في صورة الحدث أولا بأول، حتى قبل يعني أن يصدر القرار أو قبل أن يعني يأخذ شكلا نهائي، نكون شركاء بالاطلاع على ما يدور ما يحدث. وكان ربما نماذج كلنا شفناها لما كان مثلا يحدث بعض التوافقات في النواب، كان كذلك يتوجه وزير المالية لإشراك الصحافة عبر طرح ما حدث. كذلك الصحافة كانت شريك في دعم التجربة البرلمانية التي يعني امتدت على مدى 5 فصول، كان للصحافة دور فاعل في نشر ما يتم تداوله بطرحه بموضوعية. كذلك ربما نقف محطة مهمة كانت الصحافة لها دور فيها، وهي لما نتكلم عن جائحة كورونا التي يعني كان تغيرت فيها المعايير وتغيرت فيها طرق بث الأخبار والنشر، وكان للإشاعات وللأخبار غير الدقيقة مساحة كبيرة،
كان للصحافة بمنصاتها سواء الصحافة المكتوبة الورقية أو منصاتها الإعلامية دور في نشر المعلومات الصحيحة والدقيقة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد إيهاب أحمد، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية.